عودة مشاهدينا، وعلى الهاتف معي الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني هذا المؤتمر يعني سيناقش العديد من الأزمات التي تجري أو التي لازالت مستمرة حتى اللحظة، مثل تغير المناخ، روسيا وأوكرانيا، وبالتأكيد القضية الأهم غزة، وحتى الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأمور. سؤال حضرتك أستاذ طارق، إزاي مناقشة هذه القضايا بالذات الدائرة حتى الآن، ونتحدث هنا مثلا عن غزة أو عن روسيا وأوكرانيا، ممكن أن يغير مستقبل الصراع أو مسارات الصراع التي تحدث حتى اللحظة؟ يعني بداية أتصور أنه هذا المؤتمر ومؤتمر يعني عريق وبيعقد كما تفضلت، وهذه الدورة الستون، ولكن هم يعني لا ينظرون إلا لمصالحهم، يعني لا ينظرون إلى أمن الأمن العالمي، الأمن الجماعي، وإنما أمن المجتمع الدولي الغربي. عندما يقولون المجتمع الدولي يقصدون تحديدا المصالح الغربية، والدليل على ذلك أنهم لا يدعون فلاديمير بوتين، ولا يدعون إيران، ولا يدعون يعني لا يدعون الأطراف الفاعلة التي كان من المفروض أن تشارك وأن يحدث نوع من الحوار وتقارب وجهات النظر. يدعون المعارضة في إيران، يدعون المعارضة والمناوئون والمنشقون في روسيا، يدعون. إذن كل هذا يدل على هذه الرغبة وذلك التوجه نحو تحقيق الأمن الغربي، ومفهومهم هو أمن الغرب، أمن الولايات المتحدة والأوروبيين، وهذه مشكلة كبيرة في حد ذاتها. إذن لن سؤالك عن النتيجة لن يتمخض الأمر عن أي شيء ملموس حسي يعني ذي بال أو ذي قيمة، وإنما ستكون يعني مكلمة في نهاية الأمر، لأنه الأطراف الأخرى المقابلة المواجهة المناوئة التي من المفروض أن يكون هناك مع حوار لن يجرى هذا الحوار. لكن يعني حضرتك وصفتها بأنها مجرد على مدار هذه الأيام الخاصة بالمؤتمر يعني مجرد أحاديث جانبية، على مستوى لأنها يعني لا تدعو الدول التي هي معارضة لها بطبيعة الحال، ولكن تدعو الدول التي هي حليفة، إذا كنت فهمت تعبير حضرتك، مثل أوكرانيا مثلا. هل هناك أي تعاونات بين الدول الحليفة ممكن أن تثمر عن شراكات معينة أو شراكات يعني تضيف إلى البلدان؟ يعني هذه الأحلاف هي موجودة وهي مستمرة، ولن يعني لم تقدم شيئا جديدا كما ذكرت، ولكن حتى يعني ليس هم فقط يعني يدعون الأطراف، لا يقومون بدعوة الأطراف التي من الممكن أن تحقق هذه الانفراجة وتحقق الاستقرار العالمي، بل إن حتى هذه الموضوعات عناوين الموضوعات هم السبب فيها، يعني هم يعني يبحثون عن الدواء، هم أصل الداء، يعني يتحدثون عن أزمة غزة، عن الحرب على غزة. طب هم يستطيعون أن يطالبوا إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار، يتحدثون عن أزمة أوكرانيا، يستطيعون أن يعني كانوا يؤدون أو يقومون بإعطاء فلاديمير بوتين الضمانات الأمنية المطلوبة، يتحدثون عن موجات الهجرة غير الشرعية هي سببها هذه الحروب وهذه الميليشيات وتفتيت الدول الوطنية وهذه التدخلات الأجنبية، يتحدثون عن تغير المناخ، هم السبب في تغير المناخ وفي الاحتباس الحراري، وهؤلاء لا يدفعون الفواتير التي كان من المفروض أن يدفعوها. إذن العالم النامي أو العالم الشرقي يعني هو بريء، كل هذه الموضوعات وهذه العناوين وتلك الأجندات هم السبب فيها، هم يعني أس الداء ورأس البلاء في هذه الموضوعات كلها. ولكن يعني أستطيع القول الآتي، أن فكرة الأمن العالمي أصبحت يعني مهددة، أصبحت في خطر، أصبحت يعني الأسرة الدولية لا تهتم بها ولا تكترث، وأكبر دليل هو ما يحدث في غزة وعدم تحرك يعني الولايات المتحدة حتى أن تطلب النظر اليسير القليل هو أن تطلب وقف إطلاق النار. فجأة يحدثون عن أمور غريبة عجيبة، عن السيناريو القادم، اليوم التالي، إقامة الدولة الفلسطينية، قبل الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية وعن اليوم التالي وعن حل الدولتين. فهذا يعني هذه الحرب يتم وقفها، تطلب أمريكا فقط وقف إطلاق النار، لكنها حتى هذه اللحظة هم مع استمرار هذا العدوان
ومع يعني ما يحدث من إبادة ومجازر. نعم، هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى بالضروري أن أشير لجلسة وزير الخارجية سامح شكري في هذا المؤتمر، واللي بالتأكيد مؤتمر هام لا شك في ذلك، الجلسة عن الاستقرار في الشرق الأوسط، فبطبيعة الحال لابد وأن يتم ذكر القضية الفلسطينية باعتبارها من الركائز الأهم للاستقرار في المنطقة. توقعاتك يا فندم لهذه الجلسة، وكيف يمكن أن تساعد، لأنه أنا عارفة رأي حضرتك يمكن تحدثت عنه منذ قليل، لكن كيف ممكن أن تساعد أو أن تخفف من توتر الصراع برأيك؟ يعني هذا ليس معناه، وهذا هو يعني سلوك الدولة المصرية، هذا السلوك العريق الساعي دائما إلى الاستقرار وتحقيق السلام والأمن الإقليمي والعالمي، والذي لا يترك فرصة ولا يترك مناسبة أو محفل، لا يترك شاردة أو واردة إلا يبذل هذه الجهود الدبلوماسية المضنية من أجل تحقيق ذلك الاستقرار، وهو يعني رائده في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عدم يعني نسج العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المنافع المشتركة، وأكبر دليل على ذلك هي هذه العلاقات الاستراتيجية القوية التي بات الكل بيعقدها ينسجها مع الدولة المصرية، وشاهدنا قمة الرئيس المصري مع الرئيس التركي، وقمة أيضا يعني يعني قمم دبلوماسية مستمرة بتطرى وتعقدها الدولة المصرية. أتصور أنه مع كل هذه الظروف لا يأس على الإطلاق، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، ومصر مستمرة، والخارجية وكما يعني ذكرت الوزير سامح شكري عندما سيكون متحدثا إن شاء الله رئيسا في 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 إحدى الجلسات حول تحقيق الاستقرار وضمان الأمن الإقليمي في هذه المنطقة المهمة، منطقة الشرق الأوسط، تصور أيضا ستكون هناك فرص سانحة له أن يلتقي على هامش هذا المحفل الدولي المهم، يعني ويعقد نقاشات وحوارات مع عديد من يعني المسؤولين والقادة والزعامات لتوضيح وتبيان موقف الدولة المصرية ورؤيتها تجاه حل هذه القضية واستقرار الأوضاع. هل هذه النقاشات التي تحدث على هامش المؤتمر أستاذ طارق ممكن كمان تثمر عن تعاونات للدول الموجودة في هذا المؤتمر، وحتى دولة صاحبة المؤتمر، شكل التعاونات اللي ممكن تكون مطروحة بين مصر وهذه الدول؟ يعني بالفعل هذا أيضا هو يعني من سمات الدبلوماسية المصرية، سواء القمة الرئاسية أو وزارة الخارجية، هو فكرة عندما يكون هناك ذلك المحفل فهذه اللقاءات التشاورية، وليس فقط التنسيق في أصل الموضوع، وإنما أيضا هذه اللقاءات على الهامش، شاهدنا ذلك سواء كان في قمة العشرين، فيما في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في يعني كل هذه اللقاءات والمحافل تستغلها الدولة المصرية والشخصيات الموجودة المعنية، تلتقي بعدد من الزعامات وعدد مع المسؤولين، فمن الممكن أن يعني التعرف على مناطق أخرى للتشاور، للتعاون، للتكامل، في ليس فقط من الناحية السياسية وإنما أيضا اقتصاديا وتجاريا، والتعرف على ما يمكن أن تقدمه الدولة المصرية وعلى ما يمكن أن يعني تساعده، بحيث يكون الفكرة هو الوين سيتويشن أو الكل رابح في هذه العلائق، بعكس يعني ما يقومون به في ميونخ للأمن، يقولون أنه الكل خاسر، ويقولون أنه سيكون خاسر نتيجة هذه العلاقات ونتيجة ذلك التدهور في الأوضاع الجيوسياسية عالميا، سواء في غزة، سواء في أوكرانيا، سواء في الكثير تايوان، في الكثير من بقاع العالم. أتصور أن الدولة المصرية عكس ما كل ما يعني نجد أن كل هذه الدول، حتى ليس فقط الدول الإقليمية، حتى الدول العالمية الكبرى يعني تتنصل من تلك الالتزامات الدولية، تتنصل من فكرة الأسرة الدولية، من فكرة الاستقرار العالمي، من فكرة العولمة، من هذه الأفكار الرائدة تتنصل منها، وكل يسعى إلى تأجيج الأوضاع بعيد وينظر فقط إلى مصالحه الضيقة. لكن مصر هي كدولة حضارية صاحبة ميراث ثقافي وحضاري والتزام قانوني وسياسي وأخلاقي، دائما لا تنظر فقط إلى مصالحها وإنما أيضا تنظر إلى مصالح الأغيار،
بحيث تتحقق مصالح الكل، وهنا يحدث الاستقرار، لأنه بعيدا عن يعني المشكل الحقيقي في هذا العالم هو عسكرة النزاعات. من الطبيعي أن يكون هناك خلافات سياسية، لكن مصر لا ترى عسكرة النزاعات السياسية الإقليمية الدولية، وإنما ضرورة أن تتحول إلى 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 أفكار سياسية، أفكار صيغ تفاوضية، حلول دبلوماسية لاحتواء هذه الخلافات. وهذا هو سلوك الدول المتحضرة ما ينبغي أن يكون، وأيضا ما نادت به يعني مواثيق المنظمات الدولية العالمية والإقليمية. صحيح، هو الهدف الرئيس دائما لأي قمة مصرية أو حتى لأي زيارة تقوم بها مصر زيارة خارجية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية.